السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة في قناة كونكر تعيس؟ وحشني جدا جدا جدا. اذكر الله لا اله الا الله، صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. النهارده اجيب لكم سيرفر جامد جدا كلاسيك اسمه توب كونكر. توب كونكر ده سيرفر جامد، اللي هم بيحبوا فئة الكلاسيك الناس ديت. هو سيرفر صعب شوية بس جامد، كنظام وكور والكلام ده جميل جدا على النظام القديم. في كل حاجة مميزة، سهل، مش يعني في حاجات سهله وحاجات صعبه. وبيديك الصفه اربعات يونيك، طبعا يونيك في الكلاسيك حلو ان السيرفر بتاعه يعني عامل فيه شغل جامد جدا زي ما انتم شايفين اهو. اهم حاجه تعمل اشتراك للقناه وتفعل الجرس عشان مني كل جديد على قناه كونكر تعيس. زي ما انتم شايفين كده سيرفر جامد. طبعا اللبلبه هنا لبلبه، الاتاك اتاك، والاكونت اكونت، التروجن تروجن، والوري روري، اتاكات حلوه. من حيث الاكونت اللي يكون لابس بيبقى لابس لبس جامد جدا زي ما انتم شايفين. ده نينجا يعتبر اقوى اكونت في السيرفر كله، كله سبعات. اللي هو عشان تجيب تمانيات صعب جدا. طبعا تمانيات دي يعني انت مسكت السيرفر كله وبقيت اقوى واحد في السيرفر. طبعا هو مش مستحيل، واي حاجه تواصل مع الجي ام زي ما انتم شايفين اهو. هوريكم كل حاجه في السيرفر، يلا بينا على بركه الله. هعمل معاكم اكونت من اول وجديد، بس انا بوريكم السيرفر بس نظامه ايه. بصوا يا جماعه هنا الماركت طبعا مختلف، زي بس لازم تنزل اللعبه مختلف زي ما انتم شايفين. في ناس بتبيع وتشتري عادي في زيها زي القديمه، القديمه قوي الكلاسيك. طبعا انا بتكلم على فئه الكلاسيك، اللي عايز يلعب كلاسيك يلعب، اللي عايز يلعب 2 دي يلعب، اللي هو نفسه فيه يلعب يعني. ده مش شرط ايه زي ما انتم شايفين كده. حتى تكون ديستريبيوشن يعني السكن تشتريها، ده كل حاجة. بصوا دي منطقة الابديت اللي هو اللبس، وتلبس اللبس والكلام ده وتعمل له سوبر والكلام ده من هنا. طبعا مش زي كونكر ال2 دي، ده كلاسيك. انا بتكلم على سيرفر الكلاسيك زي ما انتم شايفين. ده الماركت اهو، كل حاجة موجودة. بصوا يا جماعة الشوب، بصوا الشوب الحتة التمانية، حتة التمانية ب 350 ألف سي بي اس، 370 ألف سي بي اس، يعني رقم يعني. إن يعتبر الكينج هنا ده برنس. بصوا سبعات الناس هنا، سبعات تمانية. الكينج توب اللي يعتبر الكينج بتاع اللعبة، أربعات على خمسات. مش شرط، ممكن يبقى أنت أكونتك بتاعك مميز يعني، ممكن يبقى برنس مثلا وأنت أقوى من الكينج، مش مشكلة. طبعا لو عايز تشحن في جي ام ممكن تتواصل معاه هنا عشان تنقل من اي بلد لبلد. بتشتري ايه؟ بتشتري من الشوب. بص هو حاطط كل حاجه في الشوب، كل حاجه عند اللعبه في الشوب. طبعا هو مغلف الحاجه عشان ليها قيمه. طبعا هو الوحش بيدي سي بي اس مكتر في الوحوش زي ما انتم شايفين كده. عشان تسافر بصوا بتنزلوا تحت كده، التاون، الوط، الفونكس، الايب، البرد، كل حاجه زي ما هي. طبعا هنا الصفه كل حاجه موجوده، بصوا زي ما انتم شايفين كل حاجه في الشوب. حتى اي حاجه اللبس في الشوب عادي. يلا بينا بقى نوريكم السيرفر نعمل ايه، اوريكم اللعبه بتنزل ازاي. هسيب كل حاجه في الوصف تحت، كل حاجة عن السيرفر، الجروب بتاعه، كل حاجة. بص الداونلود يا جماعة، طبعا انا هنزل لكم داونلود. لو عندك أي مشاكل في أي لعبة، هو منزل البرامج ديت بتظبط زي نظام اللعبة، بتظبط الجهاز نفسه. ده السايت بتاع اللعبة هسيبه لكم في الوصف تحت. صاحب السيرفر اسمه السيد، ده الجي ام بتاع السيرفر. بصوا هنا مفيش بادج، هنا لعبة كاملة. هدوس على أول واحدة من هنا. أنا هسيب كل حاجة في الوصف كده كده، هسيب لكم لينك التحميل في الوصف. تعالى بقى احنا نسيبك من ايه، تعالى نعمل اكونت مع بعض من اول وجديد مثلا. ماشي، وهنا الايميل اول حاجه، الاسم والباسورد مرتين، والايميل اي ايميل من ايميلاتك. يعني تكتب الرقم ده هنا اهو. قال لك في حاجه غلط، بص عشان ساعات بتيجي. بص اقرا البتاع دي صح، انا غلطت في حاجه هنا، ناقص اف. بص يا جماعه ما بتيجي تعمل، بتيجي كده
اللعبة مساحتها 1 جيجا، يعني حاجة صغيرة مش كبيرة، بيبقى شكلها كده. زي ما انتوا شايفين كده، اسمه توب بتاع، بتسطب اكنه زي الجوكر الحقيقية، بتحطها في اي مكان جوه اللعبة. التحميل بتاعها سهل جدا جدا يعني. طبعا هي بتحمل بطيئة شوية، معلش. اهي طبعا بيقول لك انجليش او اي لغة، طبعا اللغة العربية موجودة، الانجليزي موجودة، براحتك حسب ما انت عاوز. بتدوس كده، بتدوس نيكست او تالي تالي تالي، ده لو جات لك بالعربي. بتدوس كده اهو، وتختار المكان اللي انت عاوز تحطه بقى، عندك في السي، في الدي، في المكان الفاضي عندك حطه فيه وتحمله. خلصنا كده من الحوار ده. مساحة اللعبة سهلة جدا يعني، خفيفة، ولعبة خفيفة جدا. هنقفل عشان لسه مش طبعا. طبعا بتيجي تفتح اللعبة، بتعمل تفتحها كده ايه، لو في اي بادجات هي بتحملها اوتوماتيك. عاوز تدوس من بلاي براحتك، بلاي هجيب لك هنا براحتك، او مدوس كده هجيب كده كده التحميل في ستار هنا، ستار اهو، بتفتح على طول اوتوماتيك. يعني اللعبة خفيفة جدا. هنقفل بقى ده عشان نعمل اكونت مع بعض، نقفل الكبير. انا نقفل الكبير كده اهو، نقفل بقى كل ده اهو. اللعبة بتفتح كده، بص، سهلة جدا وخفيفة. طب انا من حسابكم ان انا فاتح البرنامج وبحب بصور اهو. هنا انصح اي حد اول ما ينزل سترايفر دي ينزل ارشر، معلش هنخش تاني. خلاص هخش بالاكونت اللي انا عامله، انا بس عايز اعمل ارشر. والله نسيت اني مين عملت ايه. المهم انا هخش الاكونت تاني. هنعمل ايه؟ ماشي تمام. ده الاكونت اللي انا لسه عامله برضك، مفيش مشكلة. هو اولا بينزلك ليفل 1، انا ممكن ادلت الاكونت ونعمل اكونت من اول جديد مع بعض، عشان اخش بقى اعمل ايميل تاني ديت صعب. زيرو عشان اعمل اكونت تاني. بصوا هو بيجي نظام كده، هنخش بقى نعمل ايه، اكونت ارشا. ما تعملش الا ارشا اهو، نجيب سهم كده ارشا اهو. تختار سمول او بيج، اللي هو كبير او صغير. بص بيفضل يحمل الحته دي. ده توب كونكر، سيرفر جميل جدا. نقفل الصوت من تحت من هنا. في شويه حاجات كده اوريها لكم لازم تعرفها في الكلاسيك. طبعا هو بيديك هنا صندوق انت ونصيبك اهو. نفتح الصندوق ده اهو، اداني اصطفى اربعات يونيك. يونيك ده بتصبر اهو. جبت ال65، هتلبس الحصان والحاجة دي اهي، واللبس الاضافي اللي هو الدولة. ونخش تلات ال20 كده عشان تجيب البتاع ده. هو هنا بيديك مجانا، بيديك زي ما انتوا شايفين كده ستون خمسة. ستون خمسة حلو، اللي انت تلبس بالظبط 4 حتات 5 حلوين. طبعا انا هعمل ايه، هطلع هنا بس اجيب ايه، اوريكم حاجه. اولا لما تيجي تعمل بتعلي الايتم، بتعلقها من هنا، بتفك بتقلع السلاح كده،
تروح عند الراجل ده اللي انتوا شايفينه ده، وتروح حاطط البتاع كده السلاح، هيبقى ايه برضه نفس الموضوع. لو هو عايزه بيه هيتحط يتصور في نفس المكان ده. روح اوريكم حاجة او نطلع بره، وكل مرة هتروح تترقى اهو. هنا طبعا انت معكش سكاتر، تروح تجيب السكاتر وتيجي. في هنا حاجة بقى لازم تجيبها يا معلم، اللي هو ايه؟ الاسهم. طبعا ده لازم تروح تجيب الاسهم من الراجل اللي هنا كده. بص تطلع لقدام كده، تشتري الاسهم من هنا. الاسهم دي لازم تشتريها، يعني انت ليفل 32 مثلا، اجيب كده اهو بس. وتلبس لازم تجيب الاسهم دي، يعني عشان تجيب الاصطفة وبتاع تحمل الايتم. وراح ملفلف في مكان، هوريكم بس الاماكن كلها كده اهو. هنا بتروح تترقى، هنا اللي الراجل اللي بيبيع الحاجة المونبوكس والانما والكلام ده، واللي الحاجات اللي بترقي. هنجيب هنا ادي ارشر، هنرقيه بس كده، ونجيب له سكتر. سكتر 23 تحت، تجيب له السكتر كده. سيرفرات الكلاسيك دي في ناس بتحب تلعبها، جميلة جدا يا جماعة. وحتى بص الاكسيبول اللي بيقع من ده، من الوحوش ده، ده بيتدرب على طول عشان تعلى ليفل على طول. تفضل هنا هتجمع سي بي اس طبعا، حلو تقدر تجمع سي بي اس. الناس اللي بتحب الاكونتات اللي هتجمع طبعا. يا جماعة والله اللعبة في الكلاسيك روعة روعة للي بيلعب. سيبك من الطلاسم وال3 دي، دي فئة ودي فئة. يعني بصوا اهو طبعا الليفل هنا ليفل مش اي كلام اهو، بتجمع من البوينت ده اهو. جمعت 500 يعتبر 100 سبيس، 100 سبيس في الكلاسيك حلو اهو. طبعا انت بتقعد تجمع البول ده، اكس بول ده، عشان تعدد ليفلات اهو. جبت ليفل 70 طبعا. الارشر هنا يقدر يلبس نفسه ويبقى توب، وبعدين بنزل ريبورت براحتك اللي انت نفسك فيه عشان تجمع. او واحد ممكن يسيبه ايه يأتك طبعا. هنا مفيش اوتو اهو، زي ما انتم شايفين اهو. الواحدة بتعدي ليفل على طول اهي، بقت 71 73 كمان اهو 74، كله بيعلى بسرعة. هنطلع بصوا يا جماعة، اللي بره ده الراجل ده بيلفلف طبعا، مش هينفع تخش عليه الا لما تكون لابس. يعني ما ينفعش تخش هنا لما تكون لابس. الليفل صعب شويه، بس انت لما تبقى تعلى هتبقى قوي جدا. يعني الليفل هنا صعب شويه عشان هو نظام السيرفر كده. السيرفرات الكلاسيك بتبقى صعبه مش تبقى سهله، عشان دي فيها متعه، متعه في كل حاجه. يعني لما بتيجي تعمل الصفه تبقى قوي، مثلا لو جبت كله سبعات تبقى من اقوى ناس في السيرفر اهو. نطلع بقى تاني اماكن تانية، نطلع على التاون ده الماركت اهو. طبعا الماركت ده معروف اللاكي شغال، لو عايز تخش اللاكي ليفل 70 انت ونصيبك بقى. ممكن تاخد حتة 8 حتة 6 انت ونصيبك، تشتري حاجة اللاكي من هنا. هسيب كل حاجة في الوصف، اهم حاجة تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس، استنى مني كل جديد على قناة كونكر تايس. عارفين هاي 50 سي بي اس الواحدة، الواحدة بيدي 3، هجيب 3. جبت 6 انت ومصيبك بقى، تخش اللاك كده اهو. مثلا 3 هنا جالي لبس جيرمان تاني اهو اهو، اخر واحد يعني 99 ورقة. ممكن تاخد حتة 6 حتة 8 انت ونصيبك، ده نظام على قديمه اهو. كل حاجة هنا موجودة طبعا، الناس اللي عارفة اهي كل حاجة موجودة هنا في السيرفر، حتى السيرفر كلها هنا في الماركت. هنا بقى لما بتطلع التاون، بتطلع الماركت، ممكن تروح لأي
لأي مدينة عادي، بس أنا رحت تاون تاني. هنا حط الفي أي بي أهو، لو أنت عايز حاجة تشتري الاستونات عادي هنا أهو. شفت الخمسة وسبعتاشر ألف، يعني هو مدهم لك هدية أهو. وهنا الوحوش الكبيرة لو عايز تروح لأي وحش طبعا موجودين، عشان صعب موتهم، صعب موتهم جدا. ده سيرفر سهل جدا الكلاسيك، انا بوريك كل حاجة في السيرفر، ازاي تعلي وازاي تلفل وازاي تحط السوبر. طبعا انت بتحط السوكت من هنا اهو، طلع انت تطلع الماركت، ماركت طبعا السوكت بيتحط من هنا على ما اظن. فين فين؟ لا مش هنا. بتحطش حتى السوكت من هنا اهو، بصوا من هنا اهو، من الراجل ده اهو. ما تيجي تحط الجيمات مثلا البوه اهي، ده السوكت تمام. على العموم انت لو عايز تسأل اي حاجة هقول لك على الجي ام، وهو يقول لك برضو. السيرفر كله اهو زي ما انتم شايفين، وانا هعمل لكم برومو صغير عن الحاجة دي ان شاء الله، عن الحاجة اللي بتفتح السوكت دي. انزل بس وشوف لو عجبك السيرفر. كده كل حاجة عن السيرفر. لو عجبك السيرفر اعمل اشتراك للقناة وفعل الجرس مع ابو زين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظروني في سيرفر جديد على قناة كوبر تايس.